فقرتنا الأخيرة يا نور حنحكي فيها عن دور الموارد البشرية والتنمية بسوريا بتنمية المسؤولية المجتمعية من خلال مشاريع عم تتحضر له الأوساط المجتمعية الفاعلة مع جهات رسمية، ونتعرف على هالتفاصيل أكثر. بصرنا نرحب بصباحنا لليوم مع نهى شويحنة، مديرة في إدارة الموارد البشرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور، أول مرة صباح بال 2018 أول مرة، كل سنة سعد وانتم عليك. سالمين يا رب. وصباح الخير نور، وصباح الخير للجيش العربي السوري. أنا دايما بحييه لأني دايما بقول لهم لولا عن جد نحن ما بنكون هون، فبنحييهم ونقول لهم كمان كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. نهى، عم نحكي عن مشروع جديد لتنمية المسؤولية المجتمعية، قديش مهم فعلا هيدا المشروع بال 2018، ويمكن نحن بمرحلة إعادة إعمار، فلازم تمام. يكون في دور أساسي للتنمية. هلا اليوم نحن كنا بنحكي 2017 و16 عن التنمية والكفاءات وكفاءات الشباب، وكيف نحن بنحاول نطالع الأفضل منهم وخاصة نجهزهم لسوق العمل وشو كفاءاتهم المطلوبة ولكن والأهداف. ولكن اليوم في دور كتير مهم، خاصة إن شاء الله نحن بالمراحل النهائية للأزمة، دور المجتمع، الشركات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. هلا المسؤولية الاجتماعية السوشيال ريسبونسبيلتي هي كلمة كتير مهمة، كانت بشكل عام قبل الأزمة، ونحن كيف دور مساهمتنا موجود يكون كشركة أو كمؤسسة بالمجتمع، ولكن اليوم الدور الأساسي إلى أكبر ودور هذا. رح ننوه اليوم إلى موضوع يمكن نحن إن شاء الله السباقين فيه كشركات وكقطاع خاص، ونتمنى باقي الشركات تشتغل عليه. هو اليوم مستهدفين طلاب التجارة والصناعة، هاي الطلاب اللي هن بالثانوية التجارية والصناعية أو المهنية اللي ما جمعوا بالتاسع. أغلب المجتمع بيقول لك أنا مفرض علي مجموعة تاسع اضطريت روح فنون أو تجارة أو صناعة، وبعدها في عندهم سنتين ما بعد البكالوريا هي معهد صناعي أو تجاري. هدول بيضلوا بينظروا اني نحن منبوذين بالمجتمع، ولما بيكونوا بالمرحله الثانويه خاصه اني والله انت يلي ما جمعت، يعني هذا نحن النظره الخاطئه، علما اني برا سوريا الاقتصاد والحركه الاقتصاديه هن الاساسيه قائمه على هدول الاشخاص، يعني هن عجله الاقتصاد ان جينا للواقع. ولذلك اليوم نحن كشركه بادرنا اني بالتعاون مع وزاره التربيه نقدم لهم تدريب توعيه ان سوق العمل ناطركم وسوق العمل منتظركم، وشو اهميه سوق عملكم، شو ممكن انتم تلاقوا فرص توعيه لفرص سوق العمل. طيب هل سوق العمل اني انا ممكن لاقي فرص؟ يعني نحن عم نحاول اول شيء للمرحله الثانويه، لسه المبادره هلا رح ان شاء الله طبقنا كورس واحد معهم. المبادره اني نحن بقيد اني زرع الامل اول شيء، لاني هن هدول الاشخاص اني انا وين بدي اكون عامل. لا انت مو بس عامل، انت في مستقبل كتير كبير لك، في طلاب كتير تخرجوا واشتغلوا معنا من المعاهد الصناعيه واليوم عم بيعملوا ماجستيرات بالمانيا. حلو. تمام. فنحن اليوم ما بتتوقعي واحد مخلص بكالوريا صناعيه ومعهد صناعي هلا حاليا كمل بجامعه خاصه وبسوريا، واليوم انا احد هالشباب هاي عم يشتغل عم يعمل ماستر بالمانيا. اليوم قد ايه هذا الشيء ممكن يزرع، تعطيهم قصص نجاح وتشاركيهم فيديوهات عن هيك شباب يلي هن مثلهم، اني ابدا ابدا انتم لا ما تفكروا حالكم منسيين بالمجتمع. يعني في ناس للاسف نحن بنرجع بنقول النظره هي السبب، لاني عدم وعي الاهالي، عدم وعي حتى الاشخاص اللي بالمجتمع. بيستحوا، بيقول لك ابني فايت صناعه. ايوه فايت صناعه، بيستحي. انت لا بس هي نقطه تستحي. كثير مهمه اليوم تماماً. لما تركزي على هدول الطلاب ان كان صناعه ولا تجاره ولا زراعه، مثلهم مثل اي يمكن جا اي يعني اي جامعه. اهميتهم ما يفكروا الاهالي، اي اختصاص ممكن ما يفكروا الاهالي. هذا اللي رح اقوله، اني ما يفكروا الاهالي ان هالطلاب اللي فاتوا تجاره او صناعه هن ناس ما لهم مستقبل. هذا الكلام كلام خاطئ. اليوم السوق وخاصه باعاده الاعمار، انتم
انتوا الاساس وانتوا العجله الاقتصاديه وانتوا اللي رح تبني عليكم. لذلك نحن عملنا المبادره مع وزاره التربيه، ولكن نحن حبينا نعطيهم التاتش او اللمسه تبعت القطاع الخاص او سوق العمل اللي هو عم يعطيهم الوعي. فلذلك اتجهنا لهم واستهدفناهم، وكثير مشكوره وزاره التربيه كمان هي كانت يعني الدكتور سعيد خرساني المسؤول معاون الوزير سيد وزير للشؤون المهنيه، انا كثير بتشكره لاني هو كان كمان انا ما توقعت كمان صراحه كجهه حكوميه ان تلاقي الفرصه مع قطاع خاص وتبحث. يعني نحن كنا عم نسعى لهذا الجانب بس ما كانت في مبادره حتى من جهه حكوميه. فنحن كثير انبسطنا هذا، مع اني انا يعني بهي بلوم صراحه شوي دور غرف الصناعه، لاني برا سوريا غرف الصناعه دورهم اكبر بكثير من هلا. يمكن يزعلوا مني بس الحقيقة أنا بدي أوجه بشكل صريح أني غرف الصناعة مفروض تأخذ دورها مع القطاع الخاص، لأن هي صلة الوصل وتمثل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، وهي اللي بتعرف مين المنشآت الصناعية أو الشركات اللي عم تشتغل بالوقت الحالي. فهيك برامج التلمذة الصناعية اللي قامت فيها مع تجارب باليابان بحلب بال2010، وأنا بعرف البرنامج التلمذة الصناعية اللي كان موجود، التلمذة الصناعية اللي كان أحد رواد هالبرنامج. أوكي نحن بأزمة بس ما لازم يموت التلمذة الصناعية. ليه؟ لأني نحن المفروض نربط سوق العمل مع غرف الصناعة، هي الرابط الأول خاصة للناس اللي عم يدخلوا بالمعاهد الصناعية، لأن هن المفروض يرفدون يكون صلة الوصل بيناتنا. فالحقيقة اليوم كانت هي الوزارة هي السباقة وكانت التعاون معها، وقلنا لازم إن شاء الله يعني تكون هاي التجربة هاي. رح نعرض ممكن أنا أعطيكم بريف عليها يعني مثل موجز عن هالتجربة هاي. هي عبارة هلأ إن شاء الله خلال هالعشر أيام رح نوقع الاتفاقية مع الوزارة كقطاع خاص، وهدفها نقدم تقريبا شيء تسع يعني ست دورات، ممكن توصل للتسع دورات تدريبيه مجانيه. مجانيه. وين رح تكون؟ بمقر الوزاره. نحن رح نروح على في توعيه للثانويه وفي في للمعاهد، فنحن استهدفنا الشريحه غطينا اللي تقلي من الثانويه وما دارس معهد، هي تشمله هي طبعا الدورات؟ يلي عم يدرس هلا ثانويه يعني عاشر 11 بكالوريا، هو بس درس ثانويه ما درس معهد، اللي طلع من اللي هلا طالع ما شملته. نحن بركي عنده ظروف هو صار شيء لمدرسه هلا، هذا شيء ثاني، هذا اللي نحن ممكن نسعى له بعدين، بس هلا نحن كوزاره كطلاب كتجربه ممكن يكون عندنا من عن طريقهم بعدين تجارب تانية، ولكن هي تجربة جديدة. فنحن هلأ طلاب الثانوية، فرح نستهدف الطلاب الثانوية اللي عم يدرسوا توعية للغة الإنجليزية والكمبيوتر، مهارات الكمبيوتر، لأن نحن هدول دايما منأكد عليهم وهن معقبة أمام أي تطوير علمي. والنقطة الثانية رح نستهدفهم فيها ونحاول نعلمهم عليها، رح نعمل مثل مسابقة اسمها e-learning، يعني الناس اللي بتقدر احسن ما تستخدم الانترنت طول الوقت للسوشيال ميديا، استخدموا شوي للعلم. رح ندلهم على مواقع علميه ونعطيهم نقول لهم اذا حضرتوا شهادات، وحتى نتاكد ان هو حضر الكورس، مو اجى قال انا اخذت شهاده وخلى غيره يحضره كمان. نحن فكمان في معايير لها، رح يكون اني يعمل تيست صغير نحضر له اسئله نتاكد ان الطالب حضر الكورس خلال فصل الصيف، يعني الصيف يقضي بكورسات تعليمية. لما يبدأ العام الدراسي إذا كان صف عاشر بيبدأ عام الدراسي صف 11، مين اللي يشتغل على حاله بالشيء اسمه سيلف ديفلوبمنت بالتطوير الذاتي رح ياخد مننا مكافأة مالية وتكريم بشهادة. هذا وله فرصة له يدرب بفرصة بسوق العمل. بدي أسأل، تدريب ولا في فرص عمل رح تنفتح للشباب؟ لا رح تنفتح فرص عمل كمان، نحن بنبدأ بالتدريب فهي المرحلة يعني الأولى. في جهات عم تشبكوا معها هي حاضرة لاستقطاب أو لاستقبال؟ نحن من جهتنا أول الناس نحن رح نستقطب. أوكي. من جهتنا ونحن من طريقنا ممكن كتير، من أنا بحكم بوجودي بجمعية الموارد البشرية وبعرف زملائي كتير بمجال المهني، لما يطلبوا ممكن أرشح كمان لألون سيفيات. ولكن طلاب المدرسة هي المرحلة الأولى، طلاب المدرسة اللي لسه ما فاتوا على سوق العمل. فنحن بهمنا يستخدموا وقتهم بالصيف بطريقة فعالة، واللي عنده موهبة ليطورة أو عنده حب التطوير الذاتي عم نشتغل عليها. فهذا رح ندلهم. هي نقطة كتير مهمة نوها، بس خلينا نسأل مين الشركاء الداعمين لكم والجهات الرسمية اللي عم تشبكوا معها؟ لما نقول جمعية الموارد البشرية، اليوم دور الموارد البشرية إلى دور كتير كبير، إن كان إذا تطبق صحيح على أرض الواقع دورة. هلأ الحقيقة نحن ما في عنا، قلت لك كانت المبادرة هي
فقط شركة فقط لجهة حكومية وللأسف. ولكن أنا كون وجودي بجمعية الموارد البشرية أكيد رح عمم التجربة، يعني نحن بهمنا أن التجربة تنتشر. فينا نقول هاي خطوة أولى مع جهة واحدة عم تحاولوا كانت تتوسعوا بشكل أكبر مع الجهات الأخرى. تمام. هلأ نحن أهم نقطة ممكن زملائنا بالشركات القطاع الخاص، ولذلك هي مسؤولية اجتماعية. لما نحن نحكي اليوم التنمية مستدامة، يعني أنت اليوم أهم شيء يعني نحن بسوريا مو نشتغل على التنمية الإدارية فقط ولكن التنمية المستدامة. التنمية المستدامة أنت بتشتغلي على كل الطبقات وبشكل مديد وليست آني. فنحن أنت هدول الشريحة نحن عم نحكي على طلاب ثانوية، بعدين دخلنا بمرحلة الطلاب اللي راح يتخرجوا بالسنة الثانية يلي هن خلصوا المعهد، هدول كمان راح يتهيأوا لتسع دورات تدريبية مجانية من مهارات التواصل، من مهارات العمل كفريق، من مهارات القيادية، من مهارات معينة موجودة نحن بنشوفها بسوق العمل راح نزودهم فيها. كيف حتى المراسلات التجارية، طب هن راح يشتغلوا بشركات في كورس مراسلات تجارية لهم، كيف بيفكر سوق العمل، اني انا انت هل المهارات تعطيك مثل نحن دائما الا البلسات لألك. فهي المهارات بعدين الأفضل 50 طالب بالسنة الثانية رح يجي لعنا على مقر الشركة نجيبهم تدريب، وأفضل 2 أو 3 ممكن ياخدوا فرصة توظيف. فأنتي ساهمتي بمنافسة حلوة بيناتهم، فيها جوائز لألون، فيها تكريم سنوي، رح نعمل تكريم سنوي لكل شيء طلاب تميزوا، وبنفس الوقت عطيناهم زرعنا فيهم نحن كمبادرة كشركة كان من دورنا المسؤولية. يعني نحن وقت فكرنا فيها من المسؤولية الاجتماعية، من مسؤولية تجاه بلدنا، علما أني هذا الشيء نحن اليوم كقطاع خاص بيستهلك منك انت وقت وبيستهلك منك ناس وفيه تكاليف مو قليل. صحيح. برا سوريا الجهات عم تسأليني الداعمة، اليوم نحن وزارة المالية ممكن تدعم الموضوع، بتخفف الضرائب. يعني لما انت بتجي بتقول ان انت لما تصرف مصرياتك كقطاع خاص بجزء من المسؤولية الاجتماعية لتدريب هالشريحة وعم تدفع مصاري، كل ما أثبتت لي ممكن تعطي منح. يعني نحن اليوم برا سوريا الشركات الخاصة بتعطي منح لماجستيرات. ليه؟ لأن هي بتخفف من الضرائب تبعتها. صح. فنحن ليش عندنا هذا المفهوم ماله موجود؟ ولذلك نحتاج الدعم كمان من وزارة المالية. ونتمنى أن غرف الصناعة والدور والتجربة تعم على الجميع. يا رب. نحن أكيد نتمنى هذا الشيء، ونتمنى أنه اليوم صوتك يوصل يا رب عن جد بنتمنى، ويستجيبوا غرفة الصناعة وكل حدا معني بتطوير الشباب وتحقيق فرص عمل وتحقيق رغبة شباب سوريا، لأنه هنين أكيد جيل الشركات الخاصة بهمنا كمان يغاروا من هالتجربة هاي بالمسؤولية الاجتماعية ويساهموا كمان فيها. أكيد أكيد. شكرا كتير لحضرتك وشكرا لكل الجهود المبذولة. شكرا كتير. شكرا لك نهى شويحنة. مثل ما قلتي يمكن تنمية الموارد البشرية هي نقطة كتير مهمة لتنمية المجتمعات، فيجب دعمها من جميع الجهات والمؤسسات. شكرا كثير لك. لهون